كشفت تقارير إعلامية بلغارية أن نادي بورتو لا يزال مصرا على التعاقد مع الحارس الجزائري رايس مبولحي وهاب، ولم يخرجه لحد الآن من حساباته. ويبحث النادي البرتغالي عن حارس جديد بعدما تخلى عن التركي بولات لمصلحة غالاتا سراي، وأيضا في ظل إصابة البرازيلي هيلتون والذي من المنتظر أن يضيع بداية الموسم. ولم ينجح بورتو لحد الآن في التعاقد مع حارس جديد بعدما تفرغ كليا خلال الأيام القليلة الماضية لإكمال الصفقات أدريان من أتلتيكو مدريد، تيو من برشلونة، كاسيميرو من ريال مدريد، ونجم المنتخب الوطني ياسين إبراهيمي. Thank you.